مرجعية شعبية بسيطة، أرضية مشتركة لكل المصريين باختلاف توجهاتهم وأفكارهم وأحلامهم. يجمع ما يفرقش، بيحترم الدين مش بيتاجر بيه، بيخاطب العقل مش البطن. مصر بالنسبة له وطن مش عزبة. حزب عنده فكر، شايل هموم الناس. للولد، للبنت، للشباب، لابني ولبنتي وبتوع الكنبة، للطالب والعامل والفلاح والموظف البسيط وولاد البلد، لكل المصريين. علشان يبقى للمصري تأمين ومعاش، علشان حياة من غير طوابير، عشان ولادنا يتعلموا صح ويتعالجوا صح، علشان نحارب الفقر مش نستغله، علشان نلغي كلمة وسط، عشان نمكن الشباب لأن هم الأمل وأول طريق التغيير، علشان قوتنا في اختلافنا مش خلافنا، وعلشان كل اللي فات الفكرة مش هتموت. الفكرة مش هتموت، والفكرة مش هتموت، الفكرة 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 مش هتموت.